أهلا بكم من القاهرة، نستعرض أهم الأحداث في المشهد المصري. وفي هذه الحلقة، مصر تعرض استضافة دورة 27 لقمة تغير المناخ العام المقبل بالإنابة عن القارة الإفريقية، وتؤكد أنها تعمل على أن تكون تلك الدورة نقطة تحول جذرية في عمل المناخ الدولي بالشراكة مع كافة الأطراف لمصلحة العالم أجمع. ورئيس عبد الفتاح السيسي يشدد على أن تغير المناخ بات حقيقة مفزعة تستدعي التحرك الفوري لمواجهتها. فلماذا الاهتمام المصري الآن بقضايا تغير المناخ؟ وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في هذا الصدد؟ وما العائد منه على المجتمع؟ للحديث عن هذا الملف ينضم إلينا مباشرة من القاهرة رئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة الدكتور عماد الدين علي. دكتور عماد الدين، مساء الخير. إذن مصر تبدي اهتماما كبيرا بهذه القضية، قضية المناخ، تغير المناخ، وتبدي استعدادها أيضا لاستضافة القمة العالمية بهذا الخصوص العام المقبل. برأيك لماذا هذا الاهتمام، وهل تملك الحكومة المصرية الوسائل اللوجستية والتقنية لاستضافة هكذا حدث عالمي كبير؟ شكرا على استضافتكم. أولا، مصر بدأت باهتمامها بموضوع التغير المناخ منذ فترة طويلة، ولعل المتابع لحركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في خلال السنوات الماضية هو حضر أولا أكثر من قمة للمناخ، وحضر أول قمة عقدتها الأمم المتحدة للمناخ بعد توليه مباشرة في عام 2015. ومصر باستمرار أحد المفاوضين يعني الأقوياء جدا في عملية التفاوض في كل مؤتمرات الأطراف المعنية بتغير المناخ، واللي بتعقد كل سنة، واللي الدورة 26 بتاعتها تعقد في جلاسكو في المملكة المتحدة بعد أسابيع قليلة. قضية تغير المناخ بالنسبة لمصر، ما كانتش مصر بس بتسعى في التفاوض بتاعها عليها فقط لمشاكل تتعلق بمصر، ولكن أيضا كانت مصر دائما بترعى وبتأخذ في اعتبارها دورها كدولة قائدة في أفريقيا. ولهذا السبب كما تفضلت سيادتك أن مصر أخذت دعم قارة أفريقيا لتكون المستضيفة للمؤتمر الأطراف العام القادم في 2022، الدورة 27. فيما يتعلق بقدرة مصر اللوجستية، دعوني يعني أفكر حضراتكم والسادة المشاهدين بأن مصر استضافت في 2018 مؤتمر الأطراف في للتنوع البيولوجي، لاتفاقية للتنوع البيولوجي، والحمد لله أن المؤتمر استضاف عدد كبير من الآلاف، وده كان في مركز المؤتمرات الموجود وله طبعا كل الاستعدادات اللازمة، كان في شرم الشيخ. لكن أعتقد في هذه المرة هيكون عندنا كمان فرصة أن يعقد المؤتمر، هو لسه لم يحدد في أنهي مكان بالضبط، لكن بتوقع أيضا في العاصمة الإدارية عندها القدرة على استضافة المؤتمر قمة الأطراف في 2022. دكتور عماد، أين هو موقع مصر في قائمة الدول الأكثر تسببا في الانبعاثات الحرارية المسببة للاحتباس الحراري، وموقع الدول الأخرى والقائمة الأخرى، قائمة الدول المتضررة من تلك الانبعاثات؟ مصر انبعاثاتها هي وأفريقيا كلها لا يتعدى 5% من حجم الانبعاثات اللي على مستوى العالم. يعني أسباب حدوث التغير المناخ قارة أفريقيا ليست لها بها أي شأن، ولكن للأسف الأضرار اللي هتأتي نتيجة التأثيرات بالتغيرات المناخية، لأنه القضية في أسبابها طالعة معظمها من أمريكا وأوروبا واليابان والصين والهند، دول أكتر الناس اللي بيتسببوا في الانبعاثات. ولكن الحقيقة هي قضية عالمية وظاهرة عالمية بتؤثر فيما بعد على كل الكوكب بالكامل. حجم التأثيرات اللي هتحصل في مصر غير عادية، وخاصة فيما يتعلق بالأمن المائي والغذائي.
كمية الأمطار اللي هتتغير شكلها، السيول اللي هتحدث، الجفاف اللي هيحدث في بعض الأماكن أو كثير من الأماكن، كل ده هيأثر على الأمن المائي والغذائي. ولذلك مصر بتضع في قضية التكيف مع التغيرات المناخية أولوية كبرى، وأعتقد ده اللي حضرتك ذكرته في مقدمة الحديث، على أن مصر بتعتبر أن دي نقطة التحول اللقاء القادم في 2022. طيب دكتور عماد، سأتي على هذه النقطة لنسأل بالتفاصيل عن تأثيرات ذلك على مصر وعلى المنظومة الأمنية الغذائية على وجه التحديد، لكن دعنا نتوقف مع أبرز النقاط التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في اجتماع رؤساء الدول والحكومات حول المناخ. أعود إلى ضيفي من القاهرة رئيس المنتدى المصري لتنمية المستدامة دكتور عماد الدين عدلي. دكتور عماد الدين، كنت تتحدث قبل قليل عن التأثيرات الضارة للتغيرات المناخية على مصر، تحديدا لو تذكر لي أمثلة فيما يتعلق بمنظومة الغذاء، الأمن الغذائي، المحاصيل الزراعية، السواحل المصرية وإلى آخره. طبعا من أكثر الظواهر أو التأثيرات اللي هتأتي نتيجة ظاهرة التغير المناخي هو ارتفاع مستوى البحر، وده هيؤثر على جزء كبير جدا من منطقة الدلتا اللي هي يعني بتتشاطئ مع البحر المتوسط، ده جزء كبير جدا. وطبعا زي ما حضرتك عارف ان الدلتا والأرض الزراعية هي اللي موجودة في الدلتا هي المصدر الرئيسي للغذاء لكل سكان مصر، فدي طبعا اول تحدي. نعم. التحدي الثاني انه وده هيقلل من الرقعه الزراعيه، لكن كمان مع الـ النوبات اللي بتحدث من ارتفاع درجه حراره الارض، وايضا بيؤثر على كميه السيول والفيضانات اللي بتحصل، ده كمان هيؤدي الى تجريف كثير من الاراضي الزراعيه نتيجه لكده. ارتفاع درجة الحرارة، ما هي اهم الاجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة كل ذلك دكتور عماد؟ في طبعا اللي هو بنسميه المسؤولية الوطنية أو الخطط الوطنية اللي بتضعها الدولة فيما يتعلق بالتكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر، في مشروعات كتير لحماية الشواطئ، وفي مشروعات قائمة في الوقت الحالي بتمويلات من الداخل وتمويلات من الخارج عشان حماية الشواطئ والرفع مستوى حماية الشواطئ لأن تكون كميات الغرق تكون أقل ما يكون وتقليل حجم الخسائر، برامج كتير في مجال الزراعة عشان استنباط محاصيل تكون بتعتمد على كميات مياه أقل وعشان تتواكب مع مشكلة الجفاف. طبعا مشكلة من المشاكل الكبيرة اللي مصر بتراعيها أيضا مشكلة سد النهضة، ففي التفاوض بيجري على سد النهضة عشان ما تتأثرش مصر بأي كمية مياه تقل في هذا المجال. النقطة المهمة جدا وهي نقطة الزيادة السكانية، ومصر بتحاول قدر المستطاع ان هي يكون عندها برنامج قوي جدا لتنظيم النسل في مصر وتنظيم الأسرة حتى تكون الزيادة السكانية ايضا عبء من الأعباء. الجزء الأخير هو الجزء الخاص بالطاقة، لانه ده هيبقى فيه عبء على الطاقة شديد، وبالتالي مصر بتوجه، ويمكن ربما النهاردة نراعي نلاقي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيتكلم مخصوص على موضوع الطاقات المتجددة عشان تواكب برضو مشكلة تغير المناخ. نعم. طيب
دكتور، في عجالة شديدة جدا، يعني أشرت إلى موضوع وقضية سد النهضة ومسألة إقامة السدود التي أشار إليها الرئيس السيسي في كلمته على الأنهار الدولية دون توافق مع دول المصب. هل تنجح القاهرة في أن تلفت النظر إلى هذه القضية باعتبار أن ذلك الفعل، يعني إقامة السدود دون توافق، من يفاقم يعني من تبعات التأثيرات المناخية؟ التنمية المستدامة، وأنا بنتمي للمنتدى المصري للتنمية المستدامة، التنمية المستدامة هي يعني موقف أخلاقي. فكرة التنمية المستدامة موقف أخلاقي، وفكرة التنمية المستدامة هو أن أنا أحقق التنمية الاقتصادية في دولتي دون أن أؤثر على التنمية الاقتصادية في دولة أخرى، وهو ده المبدأ اللي بيقف عليه قائد مصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده اللي موجود معاه كمان المجتمع المدني وكل المصريين. أعتقد أنه لن يسمح المصريين أن يكون تنمية أثيوبيا التي ليس لها حتى في تطلعاتهم أكبر بكتير جدا من اللي ممكن أنها تحدث. لن يسمح النظام المصري والمجتمع المصري بأن تكون هناك تنمية اقتصادية في أثيوبيا على حساب التنمية الاقتصادية في مصر. لكني واثق بأنه بالتفاوض وبالدعم الدولي وباللوبي اللي عملاه مصر مع كل الحلفاء والشركاء، أن أثيوبيا هترضخ وهتكون بتحقق تنميتها الاقتصادية دون المساس بتنمية اقتصادية في جمهورية مصر العربية. شكرا جزيلا دكتور عماد الدين عدلي، رئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة.